يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا داعب الرجل زوجته وأنزل مذيا، فما الحكم إذا كان صائما؟ أخطأ في هذا. إذا كان لا يملك نفسه ولا يملك شهوته فإنه يجب عليه أن يبتعد عن زوجته ولا يداعبها خشية أن يفسد صيامه. فإذا كان خرج منه مني أنزل منيا بطل صيامه وعليه القضاء. أما إذا كان خرج منه مذي فقط، المذي هذا لا يبطل الصيام ولكنه وسيلة إلى إبطال الصيام، فعلى المسلم الصائم أن يتجنب مداعبة زوجته والقرب منها إذا كان يخشى على نفسه من الشهوة.